فوز استاذ عماد القلب بكليه الطب جامعه المنوفيه، ومدير وحده مجدي يعقوب لابحاث القلب، وزميل الكليه الملكيه للاطباء والجراحين، وزميل الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو موضوع مهم حيوي بنشوفه بنقابله كتير في حياتنا اليوميه، اللي هو اسباب هبوط عضله القلب، او زي ما الناس بتقول اسباب فشل عضله القلب. الاشهر هو قصور الشرايين التاجيه، ودي يعني حديث الساعة، الذبحة الصدرية وجلطات القلب واحتشاءات عضلة القلب، كلها أسباب بتعد من أهم وأخطر الأسباب، خاصة بعد سن الأربعين، وخاصة لو المريض ما أخدش العلاج الكافي والاهتمام الكافي من الناحية العلاجية، سواء كان بالعلاج أو بالتداخل. السبب الثاني هو برضو من الحاجات المهمة، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده عامل خطورة شائع بين المصريين، في أكثر من حوالي 33% منهم، على مراحل متعددة، ممكن يكون بسيط أو شديد. الأهم هو إهمال علاج عضلة القلب، ممكن يؤدي في النهاية لهبوط عضلة القلب، وبالرغم من أنه ده يعني شيء مهم، لكن ممكن يعدي بشكل سنوي على المريض، لأنه أعراضه ممكن تبقى أعراض بسيطة زي النهجان والإحساس بالإجهاد، ودي تبقى بدايات هبوط عضلة القلب. السبب الثالث اللي هو برضو كنا في فترة سابقة من حوالي 10 أو 15 سنة، اللي هو أمراض الصمامات نتيجة للهيموراماتيزمية على القلب، ودي بالرغم من أنها انحصرت في الفترة الحالية في مصر، لكن من أهم المرضى اللي احنا بنشوفهم دلوقتي هم مرضى اللي تم علاجهم سواء إذا كان بالتداخل أو بالجراحة أو بتغيير الصمامات، ونتيجة للاستمرار ضعف القلب يبتدي العيان أو المريض يعني يظهر بصور مختلفة لفشل أو هبوط عضلة القلب. السبب الرابع هو أمراض عضلة القلب الوراثية، ودي مختلفة الأنواع والأسباب، بيحصل وراثة في العيلة، ممكن فرد أو أكتر من العيلة يصاب بالتضخم، ولكن يكتشف فجأة للأسف بموت المريض، إنه المريض يحصل موت فجائي، وبعد كده يبتدي المريض أهل المريض يتساءلوا عن الأسباب، ويبتدي يحصل فحص ليهم بشكل مختلف، ونكتشف وجود هذا المرض في عضلة القلب. السبب الأخير هو الأمراض والعيوب الخلقية للقلب، ودي يعني لها باع برضو كبير في مصر، ومن أهم الحاجات اللي دلوقتي بنحاول نجتهد علشان نحافظ على عضلة القلب لفترات طويلة بالرغم من وجود العيوب الخلقية، وده باتخاذ العلاج الرادع الناجع، وهو جراحات القلب.